مبرم ممكن تقريبا اوضتين جوه على الاولى واوضتين في الخلفيه وفي اوضه هنا في نص الكوبري نفس القصه نفس القصه نفس القصه وكل اوضه ليها حمام خاص بيها غير في حمام عمومي حمام الله ينور شوفي برضو ضغط المية هنا بص كده على ضغط المية شايفة ما شاء الله ضغط المية عامل ازاي وعلى فكرة لو عصت حاجة لو عصت حاجة أثناء التشغيل ما تقلقوش مش عايزك تقلقوش مسروق من المراوح مسروق من المراوح لا انا وضع عند المبنى لا انا ما لمحتش مراوح ما الحاجات دي كانت مهجوره وتترفع كفايتها عشان تسلموها الله ينور عليك الله ينور نو شغاله الستايتر بيقول وبرده الحاجات بتاعتكم اهي لو عايزين تستخدموها مراوح شيبة على فكره كمان تاخدي بالك ايه مراوح شيبة من القديمه اللي هي قبل تورنيدو ما تكتسح مش موجوده حاجة محترمة أوي بص اللهم صل على النبي أنت بتتكلمي في ستة في ستة على الأقل على الأقل حاجة محترمة جدا حاجة مساحات هايلة وشمس وهواء ونور لا ومفيش أوضة ملهاش شباك على الشارع ما أنا بقول لك الإضاءة فيها حتى حلوة حتى الإضاءة الطبيعية حاجة حلوة أوي وعندكم كمان لوبي أهو تستقبلوا فيه البحوث من غير ما يخش لكم جوه يشيل على الاقل 3 يمين و 3 شمال. عارفه يا فندم مدام ايمان في حاجه يقوموا عليها الناس بدل ما بيجوا هزار بيجي بالصوت يعني. ما انت عندك مكان حتى لو قدام المبنى مكان واسع كفايه تحط فيه بس صعب انك تسيبي حاجه بره انما حاجتنا تبقى جوه. لا مش زي كراسي 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 هتبني حاجه